نعم شيخ، هذا السائل سعيد الكلباني يقول: عندما يكون الإنسان في السراء يكون لديه الإنفاق ممتاز حسب تعبير السائل، لكن كيف يكون في حالة الضراء؟ كيف ينفق؟ أعد أعد نعم أعد شيخ، حالة السر. عندما يكون يفقه الإنسان في السراء يفقه يكون لديه الإنفاق ممتاز، لكن كيف يكون في حالة الضراء؟ كيف ينفق؟ حسب تعبير السائل طبعا. نعم واضح. نعم لينفق ذو سعة من سعته. الجواب مسطر في كتاب الله تبارك وتعالى. لينفق، هذا بيان واضح وحكم جلي. لينفق ذو سعة من سعته. في حال السعة كنت تنفق بالمئة والمئتين والخمسين وكذا وكذا، والآن أنت في ضيق، خلها النسبة. سعتك كم كانت نسبة الإنفاق؟ وضيقك أيضا ضع نفس النسبة في الإنفاق، النسبة ما تتغير. فإذا كان سابقا 10% عندما كانت عندك 100، اليوم أنت في ضيق عندك 10، كم بيكون؟ ريال، 500 بيسة، 100 بيسة، ولو بتمرة، ولو بتمرة، ولو بكراع. فلا تحقرن إحداكن. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن على أن الإنسان ما يحقر ما يتصدق به، ولو كان بسيطا، ولو كان يسيرا. تلك التمرة ستحيي نفسا. نحن وأنتم عندما تكون في ضائقة من الجوع وفي شدة من الجوع، فإذا بك تمضغ تمرة بكاملها وجرعة ماء، ألا تشعر بشيء من الارتياح النفسي والارتياح البدني؟ بلى بلى. إذن هذا هو الجواب.